تشريح أحدث أنواع الشاشات من كيوليد وأوليد، كل هذا والعديد والعديد من الدورات على إلكتروصوفيان فقط في الجيل الثالث. يمكنك أيضا متابعتنا أو متابعة جديدنا عبر الفيسبوك. كل ما عليك توجه إلى خانة البحث وكتابة إلكتروصوفيان كما هي موضحة أمامك. ستظهر لك أيقونة خضراء وهي أيقونة الصفحة الخاصة بنا، وهذا هو شكل الصفحة، وتظهر لك أيقونة سوداء هي للمجموعة وهذا شكل المجموعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو جديد على قناة إلكتروصوفيان. فيديو اليوم إن شاء الله تعالى سنحاول من خلاله شرح منظومة باور جديدة، منظومة تقطيع جديدة، يعني جديدة علينا ضمن سلسلة AC الباور. فيديو اليوم إن شاء الله تعالى سنحاول من خلاله طبعا فهم طريقة التقطيع في هذا النوع من البوردات. إذا ركزت معي قليلا ستجد أن الموضوع من هذه الزاوية موضوع صعب للغاية من النظرة الأولى. هذه هي جزئية التقطيع، يمكنك ببساطة شديدة أن تحدد أو أن تفهم أن الموضوع صعب، لكن إن شاء الله تعالى سنقوم بتخصيص 3 حلقات تواليا، كل واحدة نشرح فيها منظومة معينة من منظومات التقطيع بالجزئين. يعني عندما نقصد جزئين يعني دائرة لإصدار الموجة ودائرة لتقطيع الجهد، يعني ترانزستور وموسفيت على سبيل المثال، أو ترانزستورين، يعني عوض إي سي التقطيع وموسفيت. إي سي التقطيع غير موجود في هذه الدوائر، إنما يوجد ترانزستور. حسنا، طريقة الربط والتردد وعدة أشياء تطرح تساؤلات عريضة جدا. لذلك تبسيطا للوضع سنقوم بتتبع المسارات واحدا تلو الآخر. كل هذه المسارات سنقوم بتتبعها في هذا الفيديو، ولفهم الموضوع كل ما عليك هو الاستعانة بورقة وقلم ومحاولة، أقول محاولة، رسم هذه الشيمة لأنها ستفيدك. قد تطرح سؤالا بريئا وهو أنه يمكننا الاستغناء عن هذه الباور بباور أخرى أو بتركيب أوسيلاتور أو كذا، لكن سأجيبك ببساطة شديدة، هو أن هذه التركيبات، يعني تركيبات القطعتين أو التركيبة المزدوجة، يمكن أن تجدها في أجهزة مكملة لبعضها، بمعنى تجد ترانزستورين بالتواصل مع بعضهما، كل واحد يقوم بالإقلاع بدائرته الخاصة، وفي هذه الحالات لا تركب باور خارجية ولا تركب أوسيلاتور، بمعنى إما تعود البوردة الكاملة للجهاز إما تصلحها. واضح؟ لذلك كل ما علينا هو أننا سنشرح طريقة عملها حتى تفهم طرق الإصلاح وتصبح الباور كشربة ماء إن أطال الله في العمر وسخر في ذلك. حسنا، البداية كالعادة ككل باور هي البداية من دخل الجهد. طبعا كما سبق وقلت، إذا كان بإمكانك الاستعانة بورقة وقلم فيكون أفضل، لأن الموضوع ليس بتلك السهولة التامة، لأنه أول شرح لنا على هذا النوع من البوردات. عادي جدا أنه ستكون هناك بعض اللبس. على أين؟ لدينا هنا دخل الجهد بمعنى أسي لم يمر عبر الديودات بعد. هنا لدينا الديودات، لاحظ معي أن لدينا هنا الديودات. بعد الديودات سيصبح لدينا مسار موجب ومسار سالب طبعا. جيد، إذا سنختار المسار الموجب، سنلونه بالأحمر حتى تفهم بهذه الشكلة، حتى لا يلتبس عليك الوضع. ها هو هنا بالأحمر بهذه الشكلة. جيد، هذا هو المسار الموجب. جيد، ما هي هذه النقطة هنا وما هي هذه النقطة هنا؟ هذا هو المحول، إذا عادي جدا أن يكون في طرف محول، لكن ما هو هذا الطرف هنا؟ هذا الطرف عبارة عن مقاومة، ها هي هنا، عبارة عن هذه المقاومة هنا،
واضح. إذا بعد المقاومة ما الذي يوجد؟ يوجد لدينا هذا المسار. إذا سنقوم أيضا بتلوين هذا الجزء من هنا أيضا بالأحمر، ولو أنه لا يحمل نفس الجهد، إلا أننا سنقوم بتلوينه. على هذه الشكلة، على هذه الشكلة لتبسيط. ها، إذن لدينا الموجب، كل هذا المسار هنا الأحمر عليه موجب، واضح؟ كل هذا المسار الموجب أحمر. حسنا، الآن سنحتاج إلى الأرضي، سنقوم بتلوينه هو الآخر. إذا بالنسبة لسالب المكتف هو هذا هنا وهذا هنا، جيد. إذن هاو، إذن الآن لدينا الأرضي ولدينا جهد 400 في هذه الزاوية وجهد ما بعد المقاومة في هذه الزاوية. جيد. إذن هنا لدينا الديودات، الديودات تخطيناها هنا، إذن لم نعد في حاجة إليها، تتبقى لنا البوردة على هذه الشكل. لدينا هنا المكتف، المكتف الكبير، لدينا هنا سالب المكتف الكبير أو الجي إن دي، هنا موجب المكتف الكبير. موجب المكتف الكبير إلى المحول، هذا لا يتناقش عليه اثنين، واضح؟ والمسار الثاني يمر إلى هذه المقاومة التي تأخذه إلى هنا. جيد. لكن ما الذي يوجد هنا؟ توجد فقط دائرة إخماد ربما، لذلك سنعود إليها لاحقا. إذا لدينا مقاومة من هنا، سأحاول رسمها بهذه الشكلة. جيد. إذا لدينا مقاومة هنا. حسنا، هذه الجهة هنا، هذه الجهة هنا هي أعقد جزء في هذا النوع من الباور، لذلك يجب أن نعطيها بعض التركيز. جيد. سنتوجه إلى الموسفيت، أين يوجد الموسفيت؟ الموسفيت هو هذا. حسنا، لدينا الدران الخاص بالموسفيت، ها هو هنا، لاحظ معي، هذا هو الدران الموسفيت، هذا هو دران الموسفيت. جيد. إلى المحول. حسنا، إذا كان المحول عليه 300 هنا ودران هنا، بمعنى أن هذا مسار أوكسيليار أو في سي سي. إذا كانت هناك ديودة هنا أو ديودة هنا، فهذا يعني أننا نعمل بهذه الدائرية الأخرى. حسنا، إذا انتهينا من هذه الجزئية هنا، انتهينا من هذه الجزئية، أننا أخذنا منها مقاومة أي جهد ثابت، يعني دون أن يقلع المحول ستكون لدينا هنا جهود دون أن يقلع المحول لأننا نأخذها من المصدر، ولدينا الأرضي. بهذه الشكل نقول قد انتهينا من هذه الجزئية في الأسفل. جيد. إذا إلى حدود هذه النقطة بهذه الشكل، أحاول ما أمكن أن أبسط الموضوع لأنه في الحقيقة هو بسيط، لكن قلة الاحتكاك مع هذا النوع من البوردات يجعل الموضوع صعبا للغاية. إذا هنا لدينا VCC حسب الديود أين يوجد، هنا لدينا ترانزستور صغير، ها هو أحد أطرافه، والطرف الثاني والطرف الثالث، واضح؟ والموسفيت هو هذا، هذا هو الموسفيت، واضح؟ هذا هو الموسفيت. إذا هذا هو جيت الموسفيت، ركز معي جيدا، هذا جيت الموسفيت يمر إلى هذا المسار الأحمر. دران الموسفيت سبق وعرفنا مكانه، دران الموسفيت سبق وربطناه هنا، وسورس الموسفيت. حسنا، ما هي المكونات الموجودة على سورس الموسفيت حتى نحذفها من التركيبة ولا تشكل لنا عائق؟ إذا ركز معي، هذا هو سورس الموسفيت، يأتي إلى هذه النقطة، واضح؟ إذا ما الذي يوجد في هذه النقطة؟ يوجد هذا السلك هنا، واضح؟ يوجد هذا السلك هنا، ها هو، أظن أنه واضح. وهذا السلك إلى أين يتجه؟
إلى المقاومة. طبعا هذه المقاومة الواقفة هنا، ركز معي جيدا. إذا السلك يتجه من هنا إلى هنا، والمقاومة تتجه من هنا إلى هنا، واضح؟ ها هي هنا، واضح؟ يعني هذه الثلاث بينات، واحد اثنان ثلاثة، هي هذه الثلاث بينات هنا، جيد؟ هي هذه الثلاث بينات، يعني أن هذا البين هنا الأسفل هو لمقاومة السورس، أي هذا البين الأسفل هو لمقاومة السورس، جيد؟ هذا البين الأسفل هو لمقاومة السورس، هي هذه الكبيرة هنا، ويليها مباشرة سلك المسؤول عن نقل السورس إلى المصفيت، وهو هذا، يليها مباشرة السلك المسؤول عن نقل السورس إلى المصفيت بهذه الشكل، واضح؟ إذا قمنا بإزالة المقاومة من الحساب، وأيضا قمنا بإزالة السلك، يعني أنها دائرة حماية على السورس ليس إلا، واضح؟ إذا هنا أيضا انتهى الموضوع، يعني بهذه الشكل أصبح الموضوع بهذه الشكل، جيد؟ ما الذي تبقى لنا؟ يعني هنا لدينا دائرة تقطيع، هذه الدائرة ربطناها بالأرضي، وأعطيناها وخزة على الجيت، وأعطتنا هي دائرة أو دارة كبيرة للدران، واضح؟ إذا هذه الدائرة هنا، هذه الدائرة هنا، الهدف منها أننا نعطيها وخزة الجيت تعطينا هي نبضة الدران، واضح؟ وهذه الدائرة هنا هي دائرة التوحيد، إذا واضح جدا، هذه الدائرة انتهى دورها، هذه الدائرة انتهى دورها. ما الذي تبقى لنا؟ تبقى لنا أننا نمد هذه الدائرة بجهد عبر هذه المقاومة، هذا من جهة، من جهة ثانية أنها تعطينا نبضة الجيت، واضح؟ إذا سنحاول إعادة التخطيط على البوردة، إذا بهذه الشكلة، جيد. إذا هنا هذه الدائرة تعطينا الجيت على هذا المسار، تعطينا الجيت على هذا المسار، جيد، وتستقبل جهدنا على هذا المسار، واضح؟ يعني هي تستقبل الجهد من هنا، تعطينا الجيت من هنا، يعني أن الدائرة هي بهذه الشكل، واضح؟ نغذيها تعطينا جيت، وطبعا نبتو كابلر طبعا موجود هنا داخل الدائرة، جيد؟ حسنا، سنكمل الشرح. إذا أي أن المتحكم في هذه الدائرة هو هذا الترانزستور الصغير، حسنا، إذا سنلقي نظرة على الأرقام. بالنسبة للموسفيت فهو كما ترون 4 إن 60 بمعنى 4 أمبير 600 فولت. بالنسبة للترانزستور الصغير سنحاول إظهار اسم خاص به، سنحاول إظهار الاسم الخاص به طبعا هو الآخر S، طبعا لا يظهر جيدا، ما هو S 90 13، واضح؟ S 90 13، جيد. إذن هذا الترانزستور هنا، فالوبتو كابلر مرتبط معه، طبعا سيكون مرتبطا معه، هذا هو الترانزستور، طبعا هذا هو الوبتو كابلر، يعني هو يتحكم فيه من الوبتو كابلر مباشرة، وطرف التغذية للدائرة هو نفسه، لاحظ هو نفسه طرف الجيت، واضح؟ هو نفسه طرف الجيت، يعني طرف التغذية هو نفسه طرف الجيت،
وهو نفسه مرتبط مع الترانزستور. وطبعا هنا ديودين زينار، ديود في هذه النقطة هنا وديود في هذه النقطة هنا، وهنا مكتف سيراميكي. واضح؟ يعني أن هذا الترانزستور هو يعني مولد النبضة في هذه الدائرة. طبعا تفاصيل التحكم في هذا النوع من الباور لا يمكننا أن نبنيها أو نستنتجها قياسا على بوردة واحدة فقط. طبعا لدينا عدة بوردات وستكون هي محور الشرح في الشروحات القادمة. بعد ذلك إن شاء الله تعالى سنقوم بالمقارنة بينها من حيث القوة، يعني القوة الناتجة عن البوردة ككل قياسا على نوع ترانزستور، وكيف يتحكم فيه حتى يعطينا الإقلاع. يعني على سبيل المثال لدي هذه البوردة قاطعة، كيف يمكن أن أقيس مثلا إيس التقطيع أو أجده منفجرا؟ لكن هذه الحالات نادرا ما تنفجر وتقطع، إذا كيف أن لي أن أتتبع أو أفهم؟ وهذا ما سنراه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى من سلسلة إيس الباور. هذه الترانزستورات أيضا لها خانة في الجدول، ستجدون الخانة عليها هذا الترانزستور طبعا، لفهم كل تفاصيله وطريقة ربطه وطريقة حتى قياس هل به مشكل معين، هل يمكن أن يسبب لك القطع والقياسات وكل تلك التفاصيل. إذا إلى أن نلتقي على محبة، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء. كان معكم دائما وأبدا المبتدئ سفيان بن عياد. لا تنسونا من صالح الدعاء، وإلى اللقاء.